المجموعة الرابعة مصر في الصدارة، بعدين الجزائر. يعني شوفوا أهمية المباراة اللي بتصير بين مصر والجزائر بكرة، 6-6 كل واحد عنده 6 نقاط، يعني شوف يلعبون لحالهم. لبنان والسودان ثالث رابع كل واحد بده أي رصيد من النقاط. من هذا المنطلق يعني لما طلبنا أن لو كنا سوينا صف ثاني بس زي المنتخب المصري كان ممكن نسوي شيء أفضل، خاصة الدوري كان موقف يعني، يعني مش معقولة المؤجلتين دي هي اللي يعني عدلت الأمور. خلينا نشوف هذا التقرير عن الأخضر أمام المغرب، نقول يا رب يا رب نفوز. يلتقي المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب نظيره المنتخب المغربي غدا على استاد ثمامة في 6:00 مساء. يدخل المنتخب المغربي اللقاء متصدرا المجموعة ومتأهلا مسبقا للأدوار القادمة بعد انتصارين بالأربعة على منتخبي فلسطين والأردن. أما الأخضر يدخل اللقاء ولا زالت آماله في التأهل لم تنتهي برغم صعوبتها، وتنتهي فرص السعودية في التأهل في حالة الخسارة من المغرب بغض النظر عن نتيجة لقاء الأردن وفلسطين، وبالتالي الفوز على متصدر المجموعة غدا أمر لا بديل عنه، والفوز وحده لا يكفي، ففي حال انتصار الأردن على فلسطين فإن الأخضر سوف يودع البطولة من الدور الأول، وبالتالي لابد من خسارة أو تعادل الأردن مع فلسطين. وفي حال فوز فلسطين وفوز السعودية سيتم تحديد المتأهل حينها عبر فارق الأهداف، وحاليا فارق الأهداف يصبح لمصلحة الأخضر السعودي. وباختصار إن انتصرت السعودية على المغرب بهدف نظيف فإن فوز فلسطين على الأردن يجب أن يكون أقل من 4-0 وهكذا. الأمور معقدة بالنسبة للأخضر الشاب، لكن دخول اللقاء الغد لأجل الانتصار هو الخيار الوحيد للتأهل. الشارع الرياضي السعودي والجماهير أظهرت تخوفا من النتيجة أمام أقوى منتخبات المجموعة، الذي يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين الذين ينتمون لأندية في الدوري السعودي. الجولة الماضية ظهر المنتخب السعودي بشكل أفضل أمام المنتخب الفلسطيني، وسيطر وظهر واثقا في قدراته في بعض أوقات المواجهة. ومن المتوقع غدا أن يكون لدى لاعبي الأخضر حافزا لإثبات أنفسهم أمام منتخب مؤهل للقب. العناصر الحالية ورغم حداثة سنها وقلة خبرتها إلا أنها تملك من الإمكانيات الفنية ما يؤهلها لتجاوز مواجهة الغد أمام المتصدر المغرب. جماهير الأخضر تريد من نجومها أداء مشرفا يظهر فيه الجودة الفنية لهذه الأسماء الشابة.